هو العنف بالعكس ضعف شخصية باش يبرهن وباش يسيطر طرف على طرف آخر، تعاقبه بك الوسائل الأخرى، فهمتني؟ ما نهزكش أو ما تمشيش لحتى بلاصة وكذا، يكون أهون من العنف. شنو هي المرأة؟ هي المرأة ما هي أختي، هي أمي، هي زوجتي، هي فهمتني؟ معناها العنف يظل يقعد خط أحمر. شو رأيك في العنف ضد المرأة؟ العنف ضد المرأة هي ظاهرة من اللي تخلق آدم، من اللي تخلق معناها الإنسان، وهو في خلاف مع الفكرة هذه، معناها يعتمد العنف ما يعتمدش العنف، وبينت الدراسات والوحدة وكون العنف ما يوصل حتى نتيجة. هو العنف بالعكس ضعف شخصية باش يبرهن وباش يسيطر طرف على طرف آخر، فهمت؟ ما هو العنف ضد المرأة ماهوش مقبول وفي جميع المجتمعات، فهمت؟ ونقول لك حاجة، للمرأة زادة يزم ما توصلش روحها، ما تخليش روحها توصل حتى للعنف. ساعات راي حتى هي عندها شوية هكا ديباسمو في الكاركتير، فهمت؟ وما نتمناش. أنا شنية المرأة؟ هي المرأة ما هي أختي، هي أمي، هي زوجتي، هي فهمتني؟ معناها بالعنف يظل يقعد خط أحمر، فهمت؟ وبالنسبة لي أنا حاليا يمكن نستعمل أساليب أخرى. العنف انت قلت لي ضد المرأة، انا اقول لك بصفة عامة حتى اولادي حتى كذا ما نستعملش العنف. يعني التحاور بين الاشخاص خير من انك تعنف. هذه طريقة، وكان التحاور ما جابش نتيجة تولي فما اساليب اخرى. فما البنية والوليد والوحدة، فهمتني؟ يستحقوا مصروف، يستحقوا انكوراجمون باش تمشي، تولي تعاقبهم بك الوسائل الاخرى، فهمتني؟ ما نهزكش او ما تمشيش لحتى بلاصة وكذا، يكون اهون من العنف، فهمتني؟ كعقاب انديريكت غير مباشر. نورمالمون تويكا المرأة عندها مناصب كيما في الرئاسة، كيما في مجلس تأسيسي، كيما تنجم حتى تولي وزيرة. ما عامل عليها مزية، هي الكفاءة نتاعها. هي توا في المجتمع نتاعنا وتبارك الله وزيرة أولى، هاو في ماخذين مناصب في الوزارات، فهمتني؟ مدرسات، جميع المناصب اقتحموها، فهمت؟ حتى من الجيش اللي متسمي على الرجول على درشنا موجودة فيه المرأة وعليها تستاهل، وما حد ما تهلم زي هي كفاءتها بالكفاءة بتاعها وصلت ومازالت توصل الأرقى المرافع، فهمتني؟ بام نجم تكون كيما الرجل، أما مش خير من الرجل، وهو زاد ما يكونش خير من المرأة، خير من المرأة وموش مساواة يعني. أي ولا هك، فهمتني؟ فهمت وكا شو قولك في حال البلاد تو؟ البلاد يضر لي، انا متفائل المستقبل نتاعها خير من خير، ما متصورش كان باش نتعداو بفتره اصعب من الفترات هذه، فهمت؟ وطول اللي شادينها معناها وكونوا الناس كل اللي متفاهمين فيه وكونوا فما نظافه، فما الايادي نظيفه، هذه بالمعاضه بالوحده وكذا يعرفوا كونه نظيف، وهذا ديزاشي تان كابيتال، هذا راس مال معناها المسؤول فيما ينهبش هو وعائلته ودر شنو كذا ثروات البلاد، هذا اللي جاي يسمى معناها انا كي يعني جرو كي معناها بالنسبه للبلاد. وتقعد الخبرات في السياسه وفي در شنو وفي كذا، هذيك تكتسب بالوقت. انا متفائل خير، انا فهمتك. يعني تتصور كان الشعب الكل كان يتحد ويقف معهم قيس سعيد والوزراء الكل، تتصور ان هي بعد 10 سنين تولي حتى افضل من البلدان المتقدمه؟ بطبيعه وقاعد تعمل على روحها وقاعد تكون في ثروات شخصيه، معناها اللي ما عادش تعتمد ياسر على الجيران وعلى الضفه الشماليه، فهمتني؟ معناها انا نتصور توا بدات تعبي، توا ماشيين في منحى سعودي، فهمتني؟ توا كنا قبل في الوحده، توا وقفنا، توا عاود باش نعاودوا نرجعوا المنحى سعودي وباش نوصلوا للتوب نتاعنا، وان شاء الله تكون السياسيين اللي باش يجيوا بعده ولا كمل هو ولا فهمت يكونوا في مستوى مسؤوليتهم وينحيوا شويه هكا النهب وهكا فهمتني، هذا نتاعي وهذاك نتاعك، والمناصب تكون كان على الكفاءه. إذا كانت المناصب على الكفاءة، رو أقول لك تونس بخير.